ما قبل الأخير من البيدياتريك موديول. المحاضرة اليوم سليبت كابيتال فيمورال إفيسس، من الشغلات المهمة جدا وفيري كومون نشوفها. راح يحكينا عنها إن شاء الله اليوم الدكتور ضياء رشدان مشكورا، وإن شاء الله راح يكون نهاية الأسبوع هذا إما السبت أو الأحد اللي هو البيدياتريك موديول موك إكزام. الإكزام راح يكون مشمول بالأربع مواضيع اللي راح نحكي عنها أو اللي حكينا عنها بالبيدياتريك موديول، ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله محاضرة طيبة. تفضل دكتور ضياء. يعطيك العافية دكتور إياس واللجنة العلمية كافة. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير للجميع. طبعا موضوعنا اليوم عن السليبت كابيتال فيمورال إبيفيسز، which is important topics not just for pediatric orthopedic but also for general orthopedic. Because early catch of mild dyscaphy will prevent more slippage, which mean more disaster complication. طبعا المحاضرة شوية طويلة، بس حاولت أجمع قدر المستطاع من المعلومات المهمة والمفيدة، ونفهم الباثوفيسيولوجي of الدسكافي، ونحكي عن المانجمنت. هلا بالانترودكشن، الديفينيشن اوف سكيفي، اتس ا كونديشن اوف بروكسيمال فيمورال فايسز ذات ليد تو سليبج اوف ميتافيسز ريليتيف تو ذا ابيفيسز. بالعاده الميتافيسز ديسبليس ابورد اند انتيرير ريليتيف تو ذا فيمورال ابيفيسز ويتش از مينتين ان ذا استابيلم، اند يوجوالي ذا فيمورال ابيفيسز كيب ان بوستيرير اند فارس. هاي الموست كومون برزنتيشن، but there is another presentation which where epiphyses may displace forward anteriorly or laterally in the valgus position in minor cases. First we will talk about the incidence and epidemiology of SCAFE. El percent about 2 per 100,000. Usually male more than female by 2 to 1.4. Left side more than right side. The urban rural variation more common, more in obese, because in obese there is increased vitamin D deficiency, which is lead to insufficiency in the physis, which is involved in the pathophysiology of the SCAFE. راح نحكي عنها كمان شوي. And it is more common in adolescents, especially in the maximum skeletal growth, usually in the boys between 13 to 15 years, average about 14 years, in girls between the 11th and to 13 years, average 12 years. Associated with the puberty, زي ما حكينا بالgrowth spurt, bilateral in 20% to 40%, 50% simultaneously. بالعاده ال maybe in the presentation simultaneously in 50% or the other in bilateral slip occur, the second slip usually occur within 12 to 18 months after initial slip. The classification, احنا حبينا نقسم الكلاسيفيكيشن to three main category according to clinical as Loder classification. قسمهم stable and unstable according to peer weight or chronologically at time of presentation, either pre-slip, acute, chronic, acute and ectopic chronic, or radio morphological, mild, moderate, severe according to the slippage degree. راح نحكي عن كل واحدة. الفيرست اللي هي اللودر كلاسيفيكيشن، هاي اتس بيست اون ذا ابيليتي تو بير ويت. تقسمهم لستيبل وانستيبل. شو يعني ستيبل وانستيبل؟ ستيبل ذا بيشنت كان بير ويت ايفن وذ كراتش. الانستيبل كانت بي بير ويت وذ كراتش.
شو بفيدنا هذا الكلاسيفيكيشن؟ بفيدنا بالبروجنوسيس. وجدوا انه الانستابل الاسكافي بيزيد ريسك اوف اي في ام باي 47%، وايل ذا ستابل اسكافي باي 10%. لذلك اللودر كلاسيفيكيشن بروفايد بروجنوستيك انفورميشن for complication of femoral head osteonecrosis, usually frequently used شكله في مشكله عند ضياء بالنت for لو في مشكله بالنت عند دكتور ضياء ضياء بربد اليوم صح؟ فصل عنده النت ناصر؟ فصل شوي هسه برجع إن شاء الله. يبدو عنده مشكلة بال إذا برن عليه كمان إذا برن عليه كمان شو اسمه يفصل زيادة النت بس إنه يحل مشكلة النت عنده ناصر إذا طفينا الكاميرات بيزيد بيقلل اللود على النت صح؟ ممكن
بابا هذا قديم هذا قناعي دكتور ضياء ايش سامعك ضياء مش سامعينك لا دكتور ضياء سامعنا؟ ناصر الدكتور أحمد المرزوق معنا؟ معنا سيدي أنا معك ياس والله سيدي شكله في تكنيكال إيرور عند دكتور ضياء مش عارف شو القضية صراحة طيب مش عارف نرن عليه تليفون نسأله شو القصة تمام سيد إن شاء الله ناصر ضياء بالمكتب مش عارف ما رنيت عليه مش قادر ارن عليه لانه اذا رنيت راح يفصل النت من عنده يعني انت ما تعرف هو اصلا اذا بالبيت او بالمكتب صح لا والله بس هي فات هسه الان رد فات دكتور ضياء دكتور ضياء فك الميوت من عندك دكتور ضياء مش سامعينك احنا الصراحة تمام هيك بس الان سامعين صوتك الان سامعين ضياء انت بعمان ولا بإربد طيب شباب الزملاء المقيمين سامعيني احنا متاسفين لهذا التكنيكال ايرور يبدو في مشكله بالنت عند الدكتور ضياء عشان تو انلود الشبكه عنده بطلب من جميع المقيمين بعد إذنكم يطفوا الكاميرات لو سمحتوا كاميرا أوف لو سمحتوا للجميع ألو سامعينك ضياء سامعينك أوكي تمام سوري على الانتربشن
زملاء المقيمين الكل يطفي الكاميرا تؤنلود النت عند الدكتور ضياء. تمام ضياء، الشباب راح يكونوا بدون كاميرات بس عشان ما يعملوا ضغط على النت عندك. اوكي تمام تمام، شكرا جزيلا. اوكي بروسيد سيدي تفضل. خلاص اوكي. هلا الاذر كلاسيفيكيشن تيمبورال كلاسيفيكيشن بالعاده هو نو بروجنستيك انفورميشن، بيعتمد على الانست اوف سيمبتومز، بقسم لك الاكيوت كرونيك اكيوت ان كرونيك، الاكيوت ليس ذان 3 ويكس، الكرونيك مور ذان 3 ويكس، والاكيوت ان كرونيك اللي هي اكسسربيشن ان كرونيك ستاتس، الاكيوت سكيفي ليس ذان 3 ويكس سادن فراكتشر لايك سيمبتومز از نيكو فيمر. بالعادة الكلينيكال اكزامينيشن بكون with weight bearing positive with weight bearing والاي في ان بين 17 to 47%. الكرونيك مور ذان 3 ويكس بالعادة اللي هي most frequent presentation بيجي ب few month history of vague groin thigh or knee pain in the extremities. الknee pain إشي مهم إنه إحنا أي طفل بيجينا بني pain you must examine the hip cause maybe the problem primary problem in the hip not in the knee. أوكي وبالعادة اللي chronic scaphy تنعرف إحنا في عندنا chronic scaphy بيكون تقريبا في عندنا deformity humble بالنك. أوكي بيختلف عن الأكيوت. الأكيوت إنه تبي chronic بالعادة symptomatic more than 3 months وصدن exacerbation of pain and inability to bear weight as acute scaphy. في عندنا ال radiological classification اللي هو Southwick slip angle classification based on the femoral epiphyseal diaphyseal angle difference. بعتمد على degree of displacement mild less than 30% between normal بالعادة إحنا south wick angle between 10 to 12 degree on the AP mild between the 12 to 30 less than 30 degree moderate 30 to 50 degree severe more than 50 degree. إحنا بنعتمد على comparing between the affected side and unaffected side in the AP. You subscribe the epiphyseal angle, PSA angle from the normal side. بالعادة على AP 145 درجة. على lateral 10 degree. إذا كانوا bilateral نعتبر إنه نعتبر إنه the other side 10 degree. The etiology unknown for the scaphy, but بعزوها لأكثر من سبب either mechanical factor or endocrine factor or genetic factors. في عندنا viscous circle اللي هي بيعتمد على ال mechanical اللي هي retrovirgin femoral and acetabulum changes in the physis. Changes in the physis related to the low vitamin D, widening the physis, مع وجود retrovirgin and either in the femoral or acetabulum, بيؤدينا إلى increase بال biomechanics of proximal femur, واللي بيؤدينا إلى increase بال shear. بالشير فورسز بيؤدينا الى التر جيت. الالتر جيت بيزيد لنا الفورسز اون ذا بروكسيمال فيمر اللي هو بالاصل في عندنا اصلا يعني ويك فايسز وبيؤدينا الى انكريز لودينج وبالتالي بيؤدينا الى مور سليبج. هلا ميكانيكال فاكتور بيحكوا عن ثيننج اوف ذا بيريكورديال رينج كومبلكس وذ ماتوريشن بيؤدينا الى altering in the mechanical strength of the physis and periosteum and pericardial ring. بكون pericardial ring weak. Relative or absolute retroversion of femoral neck and acetabular and change in the inclination of adolescent proximal femoral physis relative to the femoral neck and shaft. واللي بيؤدينا هذا كلياتهم الميكانيكال فاكتورز الى increase بال shear forces in the proximal femoral physis.
في عندنا الاندوكراين فاكتورز، في عندنا اللي اتيبيكال سكيفي. الاتيبيكال سكيفي يوجوالي بريزنت ان تشيلدرن بيلو 10 ييرز اور افتر 16 ييرز، اور الاطفال اللي بيجوا بين 10 ل 15 سنه بالعاده بيكونوا هذول below 50 percentile of four weight. The endocrinopathies, the hypothyroidism, either before or and during treatment, لأنه بيأثر على the growth phases, growth hormone deficiency, or a chronic renal failure, بيؤدينا إلى secondary hyperthyroidism, وبالتالي إلى low vitamin D. والأوبيزيتي، الأوبيزيتي لحالها الانتيتي بيؤدينا إلى low vitamin D. والهايبوغونادال ميلز والجروث سبيرت اند جروث هرمون ادمنستريشن. شو علاقة الجروث هرمون مع مع الوايدنينج فايسز؟ بيؤدينا الى الترينج ذا سترينث اوف ذا زون اوف ذا هايبرتروفي. وبالعاده الجروث هرمون كونفرتينج ذا كارتليج تو ذا بون. But the bone usually بيكون unossified, so it is weak bone. وبالتالي it can't impose the increased forces on the physis. Okay, unable to resist stress. وبالعادة هذول الأطفال بيكون عندهم increase بالbody weight, so increase in shear forces. Risk of bilateral involvement between 61% and up to 95% in chronic renal failure. High risk for slip progression even after treatment. So keep monitoring. بالأطفال اللي بيكون عندنا endocrinopathies, hypothyroidism, on growth hormone treatment, or in renal failure, هذولا لازم بحاجة إلى close follow-up. الباثولوجي، في عندنا جروس باثولوجي وفي عندنا هيستوباثولوجي. الجروس باثولوجي بالعاده البريوسيوم ستريب فروم انتيرو انفيرو سيرفيس اوف فيمورال نيك زي ما احنا شايفين هون. الاريا بتوين ذا نيك اند بوستيرو بريوسيوم بيكوز اوف ستريبنج اوف بريوسيوم فيلد وذ كيلوس اند اوسيفايز، تعملنا زي هام. ونتيجه الهام هاي اللي هي بنعتبرها جزء من الريموديلينج اللي بصير بالنك، وبالتالي بيأدينا اللي للكومبليكيشن اللي راح نيجي نحكي عنها اللي هي فيمورال استابيلر امبنجمنت والانكريز بالبايو ميكانكس اوف ذا بروكسيمال فيمر، وبيأدينا الى انكريز بالاوستو ارثرايتس اند جونترولايسيس. والاكيوت سليب ويل هاف هيمو ارثروسيس. احنا حكينا الاكيوت سليب بتعامل معامله از انترا كابسولار نيكو فيمر. الهيستوباثولوجي اللي بري سليب ستيج بكون بالعاده عندنا وايدنينج اوف ذا فايسز ويزاوت اكتوال ديسبيسمنت، ايديماتس بالساينوفيال ممبرين اند كبسول اند بيريوسيوم، سو ات از انكريز بالويكنس اوف ذا بيريوسيوم، ديكريز ان ذا ريستنج زون ثيكنس اوف ذا فايسز. بالعاده الريستنج زون تقريبا بتشكل حوالي 60% 60 ل70% من width of the normal physis. بالسكافي بيصير في عندنا decrease بالresting zone. While the hypertrophic zone اللي هي بالعادي بتشكل بالnormal physis من 15 ل30% بتزيد لحوالي 80% من width. شو يعني increase بالhypertrophic zone؟ بنعرف احنا هسا بالهايبرتروفيك زون بكون الكوندروسايت بتكون لارج، اوكي، وبتكون بالعاده كوليومنر، انكريز ان ذا سايز وانكريز بال انترسيلولار سبيس، سو مور ويكنس، يعني بتشكل زي بشبهها زي السفنج. فلذلك الفايسز بالسكافي بتكون تعامل as انك انت حاط انت سفنجي between the epiphyses and metaphyses, so it can't resist the shear forces.
نرجع احنا للبيسك اللي هي الفايسز اللي هي ريزيرف زون والبروليفيريتيف زون والهايبرتروفيك زون، فلذلك بكون في عندنا انكريز بالسايز اوف هايبرتروفيك زون اوكي، واللي هي السايت اللي بصير في عندنا فيها الاسكافي. الكلينيكال فيتشر بيعتمد على ال انه يكون عندنا ستيبل اور انستيبل زي ما حكينا احنا باللودر كلاسيفيكيشن، اكيوت اور كرونيك على الكرونولوجيكالي، اور بريزنس اوف كومبليكيشن اي في ان اور كوندرولايسيس اور اتسترا. هلا بالكلينيكال فيتشر بالستيبل كرونيك سليب كابيتال فيمورال ابيفيسز بالعاده الهيستوري بيجي بين جروين اور ثاي اور ني بين فيج اور دل ان نيتشر اكسسيرفيتد باي اكتيفيتي، وال اذا كان عندنا acute less than 3 weeks اللي chronic more than 3 weeks، فلذلك ممكن يجيك الطفل انت بشكي من عده اشهر من اللي هي السيمتومز اللي حكينا عنها البين بالجروين اور ذا ني. بالفيزيكال اكزامينيشن بيكون عندنا الانتالجيك جيت with external rotation of the limb. الصورة اللي هون احنا شايفينها هاي طبعا axial view للهيب جوينت. حكينا احنا بالديفينيشن اوف الاسكافي الابيفيسز keep in the acetabulum in posterior and inferior while the metaphysis النك تروح upward and anterior which is mean ال inter lower limb بروح ب external rotation. So there is increase in external rotation, increase in adduction and extension, while decrease, لذلك the anterior neck impinge with the acetabulum. So there is decrease in internal rotation and abduction, especially when the proximal, when the neck get upward. So it's impinge in the superior margin of the acetabulum and decrease in the flexion. فلذلك بيجي بي بي انتالجيك جيت ثاي اتروفي وانكريز بالاكسترنال روتيشن. When you make a flexion in the hip there is obligatory نعرف احنا obligatory external rotation. بيجي كمان عندنا flexion contracture especially اذا كان associated with اللي بيكونك اذا كان عندنا في complication as chondrolysis. ال migration of the of the neck upward بيؤدي الى leg length discrepancy. بال unstable acute or acute on chronic slipped capital femoral epiphysis بالعاده بيجينا pain sudden onset severe like intracapsular neck femur و history of minor trauma or twisting injury و unable to bear weight. هلا differential diagnosis طفل بيجينا بليمبينج مع thigh or knee pain احنا بنفكر main category differential diagnosis either DDH or Paired disease or SCFE. بالعادة DDH ال age بيجي من 0 to 2 years وهو مش العمر اللي بيجي فيه الSCFE اللي هو من 10 ل 15 سنة. ال Paired disease بيجي earlier than SCFE 4 to 6 years. بالعادة ال SCFE بيجي more in the male while the DDH بيجي more in the female. والبايلاترال تقريبا DDH 20% while the SCFE 25 to 40%. نيجي للموضوع المهم اللي هو radiographic findings. مريض بيجي بانتالجيك جيت لمبينج على الطوارئ وني بين، انت اخذت history وphysical examination لقيت في عنده obligatory external rotation, leg length discrepancy, pain, decreased بالflexion والinternal rotation. بدك تروح تعمل له imaging. شو الimaging؟ نبلش من البيسك الاكس راي. البلين بلفيس اكس راي ايذر ناخذ احنا لازم تو فيو اي بي فيو اند فروغ لاترال فيو. بالاي بي فيو بنشوف عده ماني ساينز ايذر بالبري سليب بنشوف احنا وايدنينج اند irregularity اوف ذا فايسس اور اللي هي التريث 1 ساين ريليت تو ذا كلاين line راح نيجي نحكي عنها or decrease in the height of the epiphysis, metaphyseal flange sign, scam sign, capinar sign.
واللاترال فيو اللي هي فروغ لاترال راح اللي احنا اللي بنشوف فيها اللي اكسنجويت ذا ديفورميتي سو يو ميك دياجنوستس اوف سليبج اند يو ميجر ذا ساوثويك انجل. الثريث وين ساين is when the Klein line, which you draw a line on the superior aspect of the neck, it must intersect the lateral epiphysis. هنا بالصورة شايفين احنا normal hip. While in the slippage, in the scaphe, the Klein line will not intersect the lateral aspect of the superior femoral epiphysis. طبعا شرط انه الكلاين لاين ما يكون متقاطع مع اللاترال اسبيكت اوف ذا سوبيريور فيمورال ابيفيسز على اساس نحكي انه هذا عنده سكيفي. في بعض الحالات زي الصوره اللي هون شايفينها احنا بتجينا بلين اكس راي بلفيس اكس راي اي بي بنشوف على الرايت سايد رسمنا كلاين لاين انترسكت وذ ذا لاترال فيمورال ابيفيسز اوكي. When the left side, it intersects. But there is the difference. The size of intersection of the lateral portion of the proximal femoral epiphysis on the left side is less than the right side. Discrepancy هذا بيعطينا clue إنه في there is a problem. فلذلك إحنا من نعمل another view, اللي هي frog lateral view, which is accentuate the deformity. هذا same patient. عملنا فروغ لاترال فيو الاي بي اوكي تمام واي ذا ليفت سايد ذير از ان سكيفي. هنا رسم لك انت الساوثويك انجل راح نحكي عنها احنا اللي هي لاين بتوين ذا انتيرور اند بوستيرور اسبيكت اوف ذا فايسز الونج ذا فايسز ولاين الونج ذا فيمر شافت وبيربنديكولار لاين تو ذا انترسكت وذ ذا بيربنديكولار لاين تو ذا فيزيال لاين. هنا تقريبا الزاوية هاي بتكون الزاوية هنا تقريبا حوالي 30 درجة which is mean more than 10 degree it is considered as mild scaphe. فلذلك مش شرط انه الكلاين لاين انه اذا قاطع مع اللاترال portion of the femoral epiphysis انه بنحكي هنا لا اوكي هذا نورمال ما في سكيفي. لا لازم نقارن مع الاذر سايد ونعمل انا الفروغ لاترال فيو عشان نكون احنا مطمنين 100%. طبعا هاي مع الكلينيكال اكزامينيشن والهيستوري. في انذر ساين اللي هي ديكريزد هايت ساين بيكوز اوف سليبج اوف ذا بروكسيمال فيمورال ابيفيسز ان بوستيريور اند داونورد سو ان ذا نورمال سايد كومبيرد تو ذا نورمال سايد ذير از ديكريز ان ذا height of the epiphysis. Another sign. Another sign, it is metaphyseal plant sign, which is seen in the AP view. It is a crescent shaped area of increased density over the metaphysis of the femoral neck. زي ما شايفين هون. شو increased density naturally من ايش? Naturally من overlapping of femoral neck and posterior display of capital epiphysis. في عندنا another sign اللي هي the scam sign which is seen in the AB view. بالnormal hip the inferior medial femoral neck overlap with the posterior wall acetabulum triangle. بالسكافي there's displacement of the because of displacement of capital epiphysis the dense triangle is lost. في عندنا الكابينر sign in the AB view, the normal hip, the posterior acetabulum, the line has the posterior acetabulum margin cut across the medial corner of the upper femoral metaphysis. زي ما شايفين هون. With the slipping, the inter metaphysis is lateral. هنا في عند هون سكيفي. في عند ال metaphysis is lateral to the posterior acetabulum acetabular margin. باللاترال فيو زي ما حكينا قبل شوي accentuate the deformity so you make a diagnosis of slippage
زي ما شايفين هون. اوكي. And you measure Southwick angle on the lateral view. في عندنا ال posterior slipping angle اللي هي Southwick angle نفس الشيء اللي حكينا عنها، بنرسم line between the anterior and posterior corner of the physis along the physis, make a perpendicular line intersect with the line parallel to the shaft of the femur في الزاوية الشكل هون. وجدوا انه النورمال تقريبا 10 إلى 12. وجدوا اذا كانت الزاوية اكثر من 15 ديجري increased risk of slipping by 5 degree increase in the PSA بيعمل half بالكاسكيد اوف ذا سليبنج. يعني مريض من زاويته 15 صارت 20، الخمس درجات هذولا بيسارع السليبنج باي هاف اوف فورسز نيد فور سليبنج لحد 50 هو اصلا بكون يعني يعتبر انستابل. Other modalities than a plain X-ray اللي هي CT. CT يستخدم لعدة استخدامات. More accurate in the measurement of the head neck angle, especially in the scaphe. ليش؟ لأنه بيجينا المريض بكون عنده flexion و internal rotation limitation، فلذلك ما بتأخذ أنت proper AP. وبالتالي ما بتقدر إنك تأخذ proper تعمل measurement للانجل probably. So you used CT to measure head neck angle and for documentation of femoral antiversion and to assess metal penetration after pinning and to confirm the closure of proximal femur physis and to assess residual deformity زي ما حكينا احنا بالفيمور استابل انجمنت الكاب والبنسر. زي ما شايفين هنا هاي اللي بلين اكس راي after pinning in situ تطلع شايف انت the distal part of the screw apart from the articular surface subchondral امور تمام. هاي other review امور تمام، بس على CT there is an a penetration. So CT له استخدامات بالسكيفي زي ما حكينا احنا قبل شوي. طبعا هنا حكينا احنا انه نتيجه الفليكشن والانترنال روتيشن كونتراكتشر اللي بتصير، فلذلك ما بتاخذ بروبر اكس راي، فلذلك احنا بنستخدم سي تي تو ميجر ذا انجل. في انذر راديوجرافيك موداليتيز اللي هي تكنيشيوم 99 بوينت سكان. تكنيشيوم 99 ات ميك ديفرنشيت بتوين ذا سكيفي AVN and chondrolysis. How? In scaphe, بالعاده بيكون في عندنا increase بالuptake of capital femoral physis. بالAVN decrease بالuptake. While in the chondrolysis associated with decrease in joint space, there is increase بالuptake. الالتراسونوغرافي useful in detection of early slip, joint fusion. Joint fusion مهم جدا احنا to document joint fusion associated with slip. لانه وجدوا انه بيزيد البروبابيلتي اوف انستابيليتي. حكينا احنا باللودري كلاسيفيكيشن قسم لك الستيبل وانستابل اكوردنج تو ذا بودي ويت. بالريسنت ستدي وجدوا كومبايند ستيبل الكلينيكال اكزامينشن ستيبل اند انستابل وذ جوينت فيوجن اند by ultrasonography or MRI increase sensitivity for instability by 100% alone loader classification about 31% to assess the instability. Magnetic resonance MRI useful in early slip to diagnose. Negative other imaging modalities
وال to assess اللي هي الايرلس ليب اللي هي widening بال and irregularity of the physis and to detect AVN for documentation. But بالبتفول فيها أو disadvantage it is an expensive. بس الMRI إحنا بالacute unstable بالعادة إحنا بنعملها as emergency. في controversy إنه تعملوا MRI or إنك go ahead for fixation. في حكي على هذا الموضوع. بس إنه إحنا keep in mind إنه magnetic resonance used in airless lip and for documentation of AVN. التريتمنت في either operative treatment or non-operative treatment. الoperative in situ pinning رح نحكي في two types منهم or open reduction and internal fixation. الابيفيسيديسيس osteotomy reconstruction by arthroplasty arthrodesis or kyloctomy. Non-operative by absolute bed rest traction hip spike cast. الجول البرايمري جول اوف التريتمنت از تو بريفنت مور سليبج. اوكي حصل عندنا احنا سليبج البرايمري جول تو بريفنت مور سليبج سو ديكريز ذا بروبابيلتي فور كومبليكيشن اند تو بريفنت ديزاستر سيناريو. The secondary goal is reduction of epiphyseal displacement and the closure of the physis. رح نحكي عن موضوع the closure of the physis according to the age. Long-term goals is the restoration of functional range of motion, freedom from pain, prevent impingement and osteoarthritis, or avoidance of aseptic necrosis and chondrolysis, which is mean restore the anatomical and functional of proximal femoral. هلا في الالجوريثم هذا بقسمنا اللي treatment strategies according to the chronologically mild less than اللي حكينا less than 30 degree بالعادي percutaneous spinning. Moderate more than 30 degree either pinning associated with neck osteoplasty, especially in the chronic scaphe, because there is remodeling hump, اللي حكينا عنهم. فلذلك لازم تعمل انت osteoplasty for the neck. When severe slip, reduction of the scaphe by, اللي هي راح نيجي نحكي عنها, اللي هي be done procedure. The treatment stable scaphe in situ pinning, or bony graft epiphysidesis or spica cast. In situ pinning, there are two types in situ pinning, either epiphysidesis or growth sparing. شو يعني epiphysidesis, شو يعني growth sparing? هلا الepiphysidesis زي ما شايفين احنا it is used a cannulated screw. بالعادة احنا مستخدم fully threaded screw to pass the physis and to catch the epiphyses and metaphyses, so lead to early physial closure. Early physial closure mean more stable and to prevent more slippage. بالعادة هذا بنستخدمه احنا بالاطفال الكبار بالعمر اللي بيكونوا قريبين من الphysial closure. العادة احنا بنستخدم single cannulated screw. وال goal is to prevent more slippage. وال screw should be in the center of the femoral head and the tip of the screw should not be close to the articular surface. في عندنا ال AO. في other many modalities of cannulated screw اللي موجود عندنا احنا بنستخدم بالعاده 6.5 or 7.3 cannulated screw. اللي او طلعوا لنا because the complication بال removal of screw اللي عندنا لانه عندنا صعوبه بال removal of screw طلعوا لنا اللي هو الاي او سكيفي سكرو اللي هو الديامتر
of the threads less than the diameter or equal the diameter of the shaft. Shaft بالعادة بيكون smooth. فلذلك ما بيكون في عندنا difficulty بال removal of the screw. في عندنا multiple designer. في عندنا Hansen screw. وبالعادة احنا بنستخدم full threaded مش partial threaded لانه الهدف مش عشان compression, الهدف هو to hold the vices in its place and to prevent more slippage. وبالعادة احنا ما بنستخدم washer لانه ما الو بالعادة ما بنستخدم washer لانه احنا الهدف منا اللي هو to hold not to compression. فلذلك partial threaded ما بنستخدم, washer ما نستخدم, نستخدم بالعادة fully threaded cannulated screw. مندخل إحنا من anterior cortex lateralgicity to the center of the epiphysis. بالعادة هذا بيستخدم بالmild to moderate slippage. Double screw usually used for unstable slippage, increased the stiffness of the construct by 66%. طبعا هون الصوره احنا بنعمل البيركوتينياس, بنحدد قبل ما احنا نحط الجايد واير ناخذ صور اي بي ولاترال. ما بدنا ندخل ديب بالتكنيك. بس بالصورة هنا إحنا لازم نعمل يعني بعد ما نحدد إحنا بالـ AP and lateral view لنعمل incision ودايسكشن to the anterior surface of the neck not on the lateral surface of the proximal femur. الهدف لأنه it will not hold the center of the epiphysis. وبالعادة احنا بنعمل dissection للفاشيالاتا, يعني بدك تكون متأكد انك انت على البون, ما بزبط انك انت just انك انت عملت حطيت هالواير ودخلت هالسكرو قلت امورك تمام. بدك يكون ال head of the screw على البون, ما يكون في عندنا soft tissue between the head of the screw and the bone. Post operative management بالعادة ال range of motion exercise begin early, protect the partial weight bearing with the crutch between 6 to 8 weeks. The sport and direct contact activities forbidden until faces have closed. يعني يلعب كاراتيه, يروح يلعب كرة ويتصادم, هذا forbidden. Continue monitoring every 3 to 6 months because to detect early complication and to assess contralateral slip. Screw removed after physial closure. Screw related complication, either perforation into the joint space by screw or guide wire, failure of physial closure, implant failure or fracture, neckofemur fracture. How to prevent perforation in the into the joint space by center position of the screw in the AP and lateral position, avoidance of subchondral position of the screw, examination of the hip under fluoroscopy through full range of motion, يعني 36 arc of motion. ما بنرضى بصورتين او ثلاث, نعمل full range of motion زي ما احنا شفنا قبل شوي على AP واللاترال اموره زي الحلاوه, بس على CT في كان عندنا penetration of the screw. في عندنا another types of in situ pinning اللي هو physial sparing pinning by Eason Hansen's hook pin. بكون في عندنا smooth pin وبكون داخله في wire بكون hooked with epiphysis, وهذا بسمح maintain the epiphysis in place while allow for physial to grow. طبعا هذا مش موجود عندنا, هذا موجود في اوروبا. شو other modalities used of K wires,
وجدوا في بعض الدراسات انه حكوا انه 3 كي وايرز تعادل 1 كانيوليت سكرو 7.3. شو ديس ادفانتج بالكي وايرز اللي هي السليبج. فلذلك احنا بالعاده اذا قررنا نستخدم كي وايرز بالعاده بالعمر بيكون اقل من 9 سنوات to spare the devices. و post op you must put the patient in spica. Other modalities treatment for stable scaphe, bone graft epiphysidesis. بالعادة إحنا ندخل anterior approach, H shape capsulotomy, make a window in the neck, and use halorimer, reach to the epiphysis. We'll take bone grafts from iliac and insert in the window and impact it. The bone graft epiphysis, بالعاده احنا بالستيبل سليب بروتكت ويت بيرنج البوست اوب يوزنج كراتش اور ووكر. بالانستابل either spica or traction for 3 to 6 weeks. الريزلت في يعني كونتروفيرسي عليها. disadvantage اللي هي graft insufficiency, increase in severity of the slip, failure of physial fusion, longer operation, increased blood loss, longer hospitalization, and longer rehabilitation. Other modalities اللي هي spica cast احنا بالعاده بنستخدمها as adjunct treatment, especially when used K wires or in younger patient. وإذا قررنا نستخدم إحنا السبايكا في إلها بوزيشن خاصة إنه holding the hip in abduction and internal rotation. أوكي. وبالعادة بتكون بيلوني كاست ونخليها من 3 to 4 months. الآن unstable scaphe المودالتيز اوف تريتمنت ايذر ارجنت ريدكشن, لانه حكينا الان ستيبل سكيفي تعامل معامله انترا كابسولار نيكوفيمر, فيكسيشن ديكومبريشن اوف ذا جوينت بيكوز اوف هيما ارثروسيس, واوبن ريدكشن. التايمينج اوف ريدكشن في عندنا دراستين اللي هي بيترسون اند كوليج درسوا 91 ان ستيبل سليب. They do reduction within 24 hours. وجدوا أنه الـ AVN develops in only 7%, where 20% develop AVN with reduction more than 24 hours after presentation. Loaders وجد أنه الـ hips treated more than 48 hours after admission had a lower rate of AVN than those treated with 48 hours after admission. هلا بالعين ستيبل بنعمل احنا مينيمال كلوز ريدكشن اوف ذا سكيفي يوجوالي باي جنتل تراكشن اند انترنال روتيشن اوف ذا لوور اكستريميتيز تو نيوترال بوزيشن اند تو فيكس ات باي سيم بروسيجر اللي هي اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي الانسايتو بيننج. البرايمري اوبن ريدكشن اوف ذا سكيفي اللي هي بنحكي احنا عن الدان وال ما راح نحكي عنها باسهاب كثير, بس الدن اللي بنعمل احنا جانز وبنعمل اتشيب كابسولوتومي وبنعمل ريتيناكولار فلاب تو بريزيرف بلاد سبلاي اوف ذا بروكسيمال فيمر, وبنعمل نيك اوستوبلاستي وريدوست الابيفيسيس اند فيكسيشن يوجوالي باي تو كانيوليتد سكرو. هلا بالنسبه للبروفيلاكتيك تريتمنت اوف كونترالاترال هيب حكينا انه الريسك اوف كونترالاترال بايلاترال انفولفمنت اباوت 20% with typical سكيفي. 20% subsequently develop symptomatic contralateral slip. Two main factor, either underlying medical condition especially in high risk group of patient اللي بكون عندهم chronic renal insufficiency about 95% بكون عندهم bilateral involvement
affects كيفي, or endocrinopathies اللي بيكون عندهم hypothyroidism or growth hormone disturbance, or epiphysiolysis from irradiation therapy. يعني patient بأخذ irradiation هذا بيكون high risk for forest كيفي. فلذلك احنا بنعمل prophylactic contralateral hip in situ pinning. في عندنا الأذن كاتيجوري اللي هي skeletal maturity. في عندنا إشي اسمه modified Oxford score or children younger than 10 years at the time of presentation. الأكسفورد بيعتمد على الفايسز of the femoral head, the greater trochanter, lesser trochanter, the triradiate and ilium. وجدوا أنه 89% of open triradiate, إذا كان عندنا triradiate open, develop contralateral slip. While the closed triradiate, less than 40% بيكون عندهم contralateral slip. إذا كان عندنا score 16, about 85%, while 11% in the score of 11, was 0% in the score 21. هلا إذا ما عملنا إحنا contralateral in situ pinning, you must counsel parent or close follow up. نيجي هلا على the complication of SCFE. هلا الناتشورال هيستوري اوف سكيفي وجدوا انه نتيجه السليبج بصير عندنا ميتافيزيال ديفورميتي. ميتافيزيال ديفورميتي اللي هي لايك ا هامب ايفن ان ذا مايلد سكيفي ريزلت ان استابيلو اند لابرال دامج اللي بتعملنا اللي هي البنسر والكام, بيؤدينا الى انكريز بالاوستوارثرايتس باي 15 تو 25%. هلا السكيفي يعتبر most extreme example of cam femoroacetabular impingement because the anterior aspect of the metaphyseal region اللي هي النك بتكون impinged with anterior aspect of the acetabulum, so make more pincer, more cam, and because the increased upon exposure, especially of the metaphyseal in the hip because of slippage. هلا حكينا احنا الابيفيزيال بتكون رايحه downward and posterior, while the neck in anterior and upward, but part of the metaphyseal direct contact with the acetabulum. هذا بيؤدينا الى early wear بالاستابيلوم كارتليج and labral damage, so more increase بالاوستوارثرايتس. هلا الكومبليكيشن في عندنا four main complication: a vascular necrosis, chondrolysis, femoroacetabular impingement, osteoarthritis. One aspect of these complications is either may occur spontaneously إذا خلينا إحنا السكيفي without treatment may end with this complication, or may be related to the treatment by early closure of the physis or by penetration. The vascular necrosis most common severe complication, more in acute displaced slip and stable slip. More in treated cases, closed and open reduction more than fixation in situ. The pathoanatomy, because of the main blood supply of the epiphysis, جاي من lateral epiphyseal system, ونتيجة ال tearing of periosteum and acute displacement of the epiphysis, ونتيجة إذا عملنا إحنا forceful reduction بأد دينا الى تير بالبوستيرير بيريوستيوم. وانذر سيناريو بالديورينج انترا ارتيكولار سيرجري ايذر دامج تو ذا ريتيناكولار الريتيناكولوم اوف ذا بروكسيمال فيمر اور باي انترا ارتيكولار تامبونيت باي تروماتيك افيوجن. الراديوغرافيك فايندينجز بالعاده بيكون ايفيدنت از ايرلي از ا فيو ويكس افتر اونست اوف سليب. يكون عندنا dense epiphysis, will all cases are evident after 1 year of slip, progressive collapse and resorption,
وتو باترن either total or partial involvement وديagnosed by Doppler ultrasound MRI pony scan. قلنا بالبوني سكان بكون decrease بالأبتيك of technetium 99. هون شايفين إحنا بالصورة سكافي treated with case of سكافي treated with two parallel cannulated partial screw. After in follow-up, you see penetration of the screw with AVN of the proximal femur. In natural history, بالعادة بيكون progressive collapse and resorption. والhealed AVN بالعادة بتكون with residual deformity or minimal deformity. حسب إذا كان عندنا إحنا total AVN or partial AVN. في عندنا study of primary total hip arthroplasty in patient with the prior SCAFE found that AVN was the most common indication for arthroplasty. More frequent than joint degeneration associated with femoral acetabular impingement. فلذلك الـ AVN it's a disaster complication بالـ SCAFE. والـ treatment primarily by prevention either بالتكنيك of management or by counseling of the patient. هلا الـ AVN with without collapse, إذا كان عندنا AVN without collapse, بالعادة إحنا بنستخدم vascularization procedure. The painless AVN with non-functional position deformity, بالعادة إحنا بنستخدم corrective osteotomy. في عندنا many modalities of osteotomy, either subcapital or intertrochanteric osteotomy. كل واحدة إلها indication وكل واحدة إلها بس أنا ما حبيت أحكيهم بالمحاضرة مناش توسع كثير. بالبينفول اي في ان اذا كان عندنا بينفول اي في ان وكان عندنا فانكشنال بوزيشن ديفورميتي مع راديوجرافيكال راديوجرافيكال تشينجز الانديكيشن فور ارثوبلاستي اور هيب فيوجن اكوردنج تو ذا ايج. فلذلك احنا الخيارات بتكون ايذر ارثوبلاستي اور هيب فيوجن. انذر كومبليكيشن اللي هي الكوندرولايسيس الديفينيشن تاعها بكون loss of joint space by 50% of joint space or absolute measurement of joint space by 3 millimeter. بالعادة النورمال من 4 to 6 millimeter. إذا عملنا technetium 99 pony scan بكون increase بالأبتيك. Clinical findings بالكوندرولايسيس بيجي بستيف persistent pain flexion abduction external rotation position because it is resting position of the hip, or decrease and painful range of motion. الكوندرولايسيس بالعادة بتيجي مع inside to pinning and pin penetration by 1.5%. 50% cases treated with the spica cast, okay, with female more than male, with symptoms develops between 6 weeks and 4 months after treatment. فلذلك احنا مش شطارة انك تحط انت inside to pinning وتقول للمريض خلاص انت امورك تمام. المانجمنت بتبلش بالفولو اب after البرايمري فيكسيشن. الاتيولوجي اوف كوندرولايسيس بيحكوا انه decrease in articular cartilage nutrition due to decrease in synovial fluid production or either due to autoimmune states by SCAFE or high correlation between cartilage penetration by screw or pin, metallic implant penetration, impingement, labrum or acetabulum by anterior pistol grip deformity. بالinitial findings بكون عندنا non-specific inflammatory process like thickening of the synovium, بالgross appearance of cartilage is normal. The later findings, we see under the fibrosis of synovium and thickened of the capsule, the articular cartilage becomes thin, soft, and attenuated. Both head and femur and acetabulum are affected. The advanced stage, we see under the fibrosis and adhesion
of the joint, بكون decrease بالjoint space. بالchronic stage بكون destruction of articular cartilage with exposed raw bone. The treatment, first, do CT to the hip to confirm that no implant encroachment is present. إذا كان في عندنا pin penetration, machondrolysis, you must remove the metal. Aspiration of the hip to rule out low-grade infection. لأن واحدة من differential diagnosis يكون عندنا septic. If pin penetration has occurred, implant must be removed. Muscle release or capsulotomy. Supportive management by physiotherapy, anti-inflammatory traction. And we used the distraction arthrodesis in some cases of chondrolysis. بالعادة إحنا بنستخدم hinged distraction arthrodesis. خليها حوالي تقريبا من 6 weeks to 6 months. بعدها concomitant with physiotherapy or either total hip arthroplasty. Other complication اللي هي osteoarthritis. كيف تصير عندنا osteoarthritis? Because of posterior superior displacement of greater trochanter, so reduced by offset of abductor, so decreased by liver arm, lurching of the trunk to maintain upright pattern. نتيجة decrease بالliver arm okay. بيأدينا إلى مع increase بالbody weight بيأدينا إلى increase بالjoint reaction forces. Increase joint reaction forces بيأدينا إلى increase shear forces across the physis, more slippage, so more increase بالmigration, decrease بالliver arm, more joint reaction forces. فدخلنا احنا بحلقه يعني مغلقه وبيأدينا هذا اللي حكينا عنه اللي هي الكوندرولايسيس وبيأدينا الى انكريز باللي هي الاوستوارثرايتس. في عندنا شيء اسمه فيمور استابيلر امبنجمنت وريليت ونستخدم شيء اسمه الفا انجل. بشكل سريع الالفا انجل احنا بنرسم خط سنتر تو ذا نيك بتقاطع ونرسم سيركل around the head of the femur. طبعا بالعادة احنا بنستخدم اللي هي frog lateral view. بتقاطع الانجل اللي هي line with neck to the line when the neck intersect with the head of the femur. بالعادة بتكون اقل من 55 درجة. بالسكيفي because more exposed of the neck intruding the acetabulum بتكون الزاوية أكثر من 55. وجدوا إنها إلى علاقة بإنكريز بالفيمورال أستابيلر إندكس ومور اللي وبأدينا إلى مور كومبليكيشن زي الأوستو أرثرايتس. اللي بروغنوسيس ريموديلينج أفتر إبيفيزيال ستابيلايزيشن باي ديفلومنت أوف أوستو أرثرايتس. وبيعتمد ها الأوستو أرثرايتس حكينا قبل شوي على البيوميكانيكس. وبيعتمد البروغنوسيس وجود الـ AVN and chondrolysis. وإذا كان عندنا في clinical dysfunction or not. Thank you. Hello. Thank you, Dr. Dia. Thank you. Any question? شكرا دكتور ضياء الله يعطيك العافية. يعني يقول الموضوع طويل ومهم بنفس الوقت. يعني you cover most of the aspect of the slipped capital femoral emphysis from A to Z. ما بعرف إذا حدا من المقيم يعني إحنا صراحة طولنا شوي الساعة 8:15. إذا أي حدا من الزملاء عنده أي سؤال he can post the question to the telegram group of the scientific committee. الله يعطيكم العافية جميعا. دكتور أحمد عندك أي مداخلة سيدي أو دكتور؟ بعد إذن الدكتور أحمد المرزوق ودكتور إياس ودكتور ضياء إذا ممكن إن أعطي few comments إذا في مجال. تفضل سيدي دكتور. أول شيء دكتور ضياء الله يعطيك العافية محاضرة شاملة صحيح والموضوع كثير مهم صحيح. إحنا يعني سادلي احنا كثير لسه بنشوف
في بعض الحالات of skiffy they are being missed بالطوارئ. الآن الشيء اللي بدي أنبه إليه المقيمين واللي أنا شاكر للجنة العلمية أنهم حطوا هيك موضوع مهم كثير و being missed from us in our center. مثل هذا الموضوع يعني you have to recognize such as this pathology لما يكون يجيك المريض فيها. ليش؟ لأنه أول شيء لازم يكون عندك high index of suspicion. If you don't know the devil, you will not look for the devil. If you don't know it, you have to have a high index of suspicion to be able to diagnose it. الشغلة الثانية اللي مرد بكرر عليها حكى عنها الدكتور ضياء اللي هي always start with the classical way اللي هي start by history, examination and investigation, directing your thinking towards what are you looking for? Are you suspecting this or not to be able to diagnose it? الشغل الثاني اللي بحب كمان أنوه إلها إنه keep in mind always مع إنه كل حكينا 100% صحيح حكى دكتور ضياء the gold standard of treatment of skiffy was and is still in situ pinning fixation. موضوع كمان ال bilaterality كمان keep it in mind إنه it is very common. إنه أنت بتحكي up to 40% they present bilateral, so you need to fix them bilateral. شغلة ثانية كمان بالنسبة للبيلاتراليتي حالات اللي بتكون عندهم endocrinopathies we fix them bilaterally even if the other side is not precautionary. كمان في شغلة موجودة عندنا في بلدنا اللي هي rural areas اللي ساكنين في مناطق بعيدة إذا عنده one side even if the other side is not highly suspicious from the history, طبعا هاي بنرجع بنحكي from the history, the examination and investigations, even if those patients are not by itself rural areas, هذا اللي ما راح يرجع لك مره ثانيه, you fix it. This is one of the indications. بكرر على زملائنا المقيمين, this is a very important subject. Keep in mind always high index of suspicion when you approach such as these patients who will be presenting with vague symptoms. والله يعطيكم الف عافيه جميعا. شكرا سيدي, شكرا, الله يعطيك العافيه. كل عافيه سيدي. دكتور احمد, الله يعطيك العافيه. تفضل سيدي. يعطيك العافيه, يعطيك العافيه ضياء. الله يعافيك سيدي. فاحنا بدنا ننبه زي ما حكى دكتور رازي, يعني هذا واحد من اهم مواضيع البيدياتريك ايمرجنسي خاصه في الاكيوت سكيفي. تقريبا ما في امتحان بورد الا يجي فيه سؤال على هذا الموضوع. نتمنى من الشباب انه يرجعوا يدرسوا هذا الموضوع وياخذوه بجديه, والحمد لله يعني المحاضره تقريبا غطت معظم الاسبكت اللي بيحتاجوها كمقيمين. فالان فرصتهم انه يستغلوا المحاضره اليوم, يدرسوا الموضوع بشكل جدي عشان ان شاء الله انه زي ما حكى رازي انه ما يصير عندنا ميست كيسز او مشاكل مستقبلا مع هيك مرضى ان شاء الله. ويعطيك العافيه جميعا. الله يعطيك العافيه شباب. ان شاء الله موعدنا يوم الاربعاء بمحاضره للدكتور رز الطلاني اللي هي البيدياتريك بيسكس اوف ديفورميتي كوركشن. ان شاء الله راح تكون محاضره يعني مهمه جدا للمقيمين للزملاء عشان نعرف الديفورميتيز الموجوده في البيدياتريك ايج جروب واند ذا برنسبل اوف هاو تو ديل وذ ات مع التريتمنت تبعها بشكل طبعا يعني مختصر وشامل ان شاء الله عن طريق الدكتور رازي يوم الاربعاء ان شاء الله بنفس الموعد. وزي ما حكينا اي حدا من الشباب عنده سؤال عن حضرت اليوم كان بوست ذا كويشن في التليجرام جروب ورايحين نجاوب عليه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه ومتاسفين على موضوع التكنيكال ايرور, وان شاء الله ان الامور تكون احسن المره الجايه. شكرا ويعطيكم العافيه, تصبحوا على خير جميعا. الله يعافيك, يعطيك العافيه.